النهارده لقيت في خبر موجود وهو استدعاء سعيد بالرحمه لقائمه المنتخب الجزائري. جمال بالماضي بيقرر استدعاء سعيد بالرحمه لقائمه المنتخب الجزائري في مباراه العوده امام الكاميرون في البليده. قلت تمام، مفيش اي مشكله، الموضوع هتقعد تبص عليه من بره ومن جوه هتلاقي ان الموضوع يحسب لجمال بالماضي. بصراحه الموضوع لو قعدنا نفكر فيه، هل بالماضي محتاج سعيد بالرحمه معاه في مباراه العوده فنيا؟ والله على حسب طريقه اللعب اللي ساعتها كان الراجل بيلعب بيها الماتش اللي فات، هو مش محتاج سعيد بالرحمه. هل سعيد بالرحمه هو اللي محتاج ينضم للمنتخب الجزائري حاليا؟ الحته دي سعيد بالرحمه محتاج ينضم للمنتخب الجزائري حاليا، وسعيد بالرحمه محتاج جدا الموقف ده من جانب جمال بالماضي، لان لا يخفى على اي احد ان سعيد بالرحمه عنده مشاكل مع ديفيد مويس. سعيد بالرحمه عنده مشاكل مع ديفيد مويس، والصحافه الانجليزيه كانت بتتكلم على القصه دي، وكانت بتتكلم ان ديفيد مويس وسعيد بالرحمه الموضوع بالنسبه لهم بدا يكون متوتر جدا بعد ما الخناقه الشهيره ما بينهم وسعيد بالرحمه، ما لما ديفيد مويس كان بينادم عليه وهو يتغير بسرعه والكلام ده. وقتها اتقال ان في ازمه وفي خلاف كبير ما بين ديفيد مويس وسعيد بالرحمه، ووقتها سعيد بالرحمه ما لعبش ماتشين متتاليين، وكانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لديفيد مويس ان سعيد بالرحمه واحد من ابرز العناصر اللي عندك في الفرقه هتيجي مقرر انك ما تلعبوش ماتشين ورا بعض، فكانت افكار غريبه. ديفيد مويس الفرقه بدات ان هي تحقق نتائج سلبيه، لان ديفيد مويس ما عندوش لعيبه كتير في السكواد بتاعه، المرحله اللي وصلت لعيبه ويست هام ان هم خلاص يعني حرفيا بدنيا انهاروا تماما. طب ده ايه علاقته بسعيد بالرحمه وعادته المنتخب الجزائري؟ علاقته ان المدير الفني سيد جمال بالماضي قرر ان هو يجيب سعيد بالرحمه يشيل من عليه شويه الضغوط، لان انت لما تبقى لعيب المدير الفني استبعدك من قائمه منتخب بلدك، الموضوع هيبقى صعب جدا عليك، لان انت عندك خلاف مع المدير الفني، وقتها انت مش هيكون في خيارات كتير متاحه ليك الا انك انت تسمع كلام المدير الفني مهما كانت. انما لما تنضم في مباراه مهمه لمنتخب بلدك، مباراه العوده امام الكاميرون، حتى لو ما لعبتش ولا دقيقه، بس هيقال ان انت في خطط المدير الفني لمنتخب الجزائر المستقبليه، معناها انك لعيب دولي، معناها انك لعيب مهم، معناها ان الانظار كلها هتلتفت حواليك، معناها كمان انك بتقف مع اللعيب بتاعك نفسيا وما تدمروش، وكمان بتبين للمجموعه كلها ان انت حاططهم كلهم في الحسبان، ان انا دلوقتي رامي بن سبعيني غيابه اجبرني ان انا اضم لعيب تاني لل 24 لاعب وهو سعيد بالرحمه، وانا ضميت سعيد بالرحمه. الحاجه دي ما كانش بيعملها بالماضي قبل كده، حته ان هو كان بيعلن عن القايمه ويقرر ان هو في اخر لحظه يروح يجيب لعيب. بس سعيد بالرحمه حاله مختلفه وبروفايل مختلف. هتقول لي معنى كده ان سعيد بالرحمه اتظلم لما جمال بالماضي ما خدوش معاه في القايمه الاولى؟ اقول لك هنا نقطه الخلاف بيني وما بينك، انا شايف ان مفيش حاجه اسمها لعيب اتظلم ولعيب ما اتظلمش، هي وجهات نظر مدير فني، مدير فني بيتحاسب عليها بالسلب او بالايجاب. عملت نتيجه ايجابيه يبقى انت وجهه نظرك كانت صح وكانت سليمه، وعملت نتيجه سلبيه وقتها تعالى نتحاسب على موضوع اللعيب ده واللعيب ده واللعيب ده واللعيب ده. وبعدين احنا عايزين نتفق على نقطه مهمه، الراجل مقرر ان هو راح جاب سعيد بالرحمه، هل سعيد بالرحمه يلعب مكان رامي بن سبعيني؟ طبعا لا، مش هيلعب مكان رامي بن سبعيني. طب هل جمال بالماضي ممكن يرجع يلعب بصانع العاب تاني؟ وارد جدا هو يرجع بصانع العاب بعد استدعاء سعيد بالرحمه. هتقولي ما سفيان فغولي موجود وممكن يلعب بصانع العاب، هقول لك انا عن نفسي ما اتوقعش ان هو يلعب بصانع العاب يكون سفيان فغولي، لان الريتم عنده هيتضرب وهيبقى الريتم بطيء شويه، فالسعيد بالرحمه مع البلالي مع رياض محرز الريتم هيكون سريع شويه. طب ممكن يكون سعيد بالرحمه بديل لرياض محرز؟ والله وارد جدا ان هو يكون بديل لرياض محرز، ما يكونش بديل للعيب زي يوسف بلاي، لان احنا شفنا الماتش اللي فات اللي كان بديل لرياض محرز في الملعب كان سفيان فغولي. فانت دلوقتي سفيان فغولي هو اللي كان بديل لرياض محرز، ولا كان بيعمل واجبات دفاعيه، ودي حاجه سفيان فغولي بقى كبير في السن عليها شويه ان هو يرجع على الطرف يعمل واجبات دفاعيه. وطبعا كلنا عارفين ان سفيان فغولي بيعاني من اصابه بقى له فتره طويله، فموضوع ان انت تراهن على سفيان فغولي ان هو يعمل واجبات دفاعيه الموضوع صعب، وممكن اساسا ما تكونش انت حاطه في افكارك بالنسبه لماتش الكاميرون ده، بس انت جايبه علشان خاطر تسانده نفسيا، علشان انت لازم تقف معاه، وانت مدين انك تقف مع اللعيبه بتاعتك، علشان خاطر زي ما قلت لك ما ينفعش تسيب اللعيب بتاعك للمدرب بتاعه، ما ينفعش تسيب اللعيب بتاعك للاعلام يقعد يقطع فيه زي ما هو عايز، وفي الاخر يحس ان كل اتخلى عنه، مدرب منتخب بلده اتخلى عنه، المدير الفني اتخلى عنه، زمايله اتخلى عنه، الصحافه اتخلت عنه، فانت تيجي لحقه في النص وتيجي مقرر انك ترجعه تاني في مباراه مهمه جدا. موقف محترم، موقف محترم فنيا ممكن تستفاد منه زي ما احنا بنتكلم، ممكن يكون بديل لرياض محرز لا اكتر ولا اقل. انما هل ممكن نلاقي سعيد بالرحمه اساسي بكره؟ بصراحه ما اتوقعش، بصراحه يعني ما اتوقعش، لان لولا ان الاصابه حصلت في رامي بن سبعيني سعيد بالرحمه ما كانش هيرجع المنتخب الجزائري، غير ان سعيد بالرحمه حتى الان بالنسبه للمنتخب الجزائري لم يقدم اوراق اعتماده بالنسبه للاعب مفروض انهم مستنيين منه كتير.
نتمنى التوفيق لسعيد بالرحمه. هرجع تاني واقول لك ان مفيش حاجه اسمها لعيب اتظلم ولعيب ما اتظلمش، في حاجه اسمها وجهه نظر مدير فني، وبرده وجهه نظر مدير الفني دي هو اللي بتحاسب عليها. هتقول لي يلا يا مصري انت مزودها وكلامك علينا بقى كتير، روح شوف منتخب بلدك. اقول لك منتخب بلد يا باشا، انا عندي 2 مساكين اتصابوا، رحت عندهم 2 مساكين، واحد جاله ايقاف وانذارات اللي هو الونش، والتاني مناخيره اتكسرت، فرحنا جبنا 2 مساكين. بعيد عنك يعني، حالنا حرفيا صعب ومستنيين دعوات حضرتك والنبي يعني، معلش يعني تدعي لنا كده ان ربنا يكرمنا بكره قدام السنغال، ما نقعدش بقى مصري. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك يا برو. هذا رايي في قصه سعيد بالرحمه، انت بقى رايك ايه؟